السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا في وسط معلم ضخم، يعني في الوسط. وش المعلم هذا؟ رمال عالج اللي تسمى الآن النفود الكبير. النفود الكبير يعتبر من أكبر خزانات الرمال عندنا بالمملكة، يعني بعد الربع الخالي. بعد الربع الخالي يعتبر هو الخزان رقم 2 للرمال. طبعا ضخم جدا، يقع شمال المملكة بين منطقة حائل ومنطقة الجوف. طبعا قديما يسمى رمال عالج، والعرب كلها تسمي رمال الدهناء، رمال عالج. كلمة رمال، كلمة نفود هذه جديدة ولا يدرى متى دخلت علينا. نفود كلمة جديدة ولا يدرى وش أصله. بسبب كبر حجمه تختلف معالمه الجغرافية. وأكثر معلم فيه يميز هو النبات، وأشهر الشجرتين اللي هي الغضاء والإرطابة. طبعا مقسوم قسمين، الجهة الجنوبية منه أغلب إرطاء، والجهة الشمالية غضاء. حتى شوف أنا بالمنطقة الحين اللي قدام اللي قدامكم الآن، هذا إرطاء بدأ يختلط معها الغضاء، اختلط الغضاء مع الإرطاء، لكن هذا الفاصل شوف الجهة هذه كلها غضاء. هم من بعدها يختلط هنا شيء بسيط، بعدين يفصل يصير كله إرطاء. فيه معالم جغرافية زي الدلالات بوسط النفود، ومن أهمها اللي هو جبل العليم. عليم العطش، عليم الظما، عاد فيه كل أحد يقول عليم العطش وأحد يقول عليم الظما. في وسط النفود كان دلالة على النفود، على الطرق داخل النفود. في معالم كثيرة، في ضربينات جبل ضربينات، فيها تليلات الخادم، نسيت بعض المعالم موجودة داخل جبال داخل النفود. رمال ضخمة جدا. طبعا الآن قسموا خط الجوف من الجنوب إلى الشمال. دائما الناس يوصفون رحنا شرقي النفود وغرب النفود، يقصدون خط الإسفلت، بينما قديما كانوا يوصفون من جنوب الشرق اللي هو منطقة الغضاء والإرطاء. طبعا رماله غير متحركة، يعني غير متغيرة بشكل قوي، لأن فيه صور للرحالة فيه داخل النفود ما تغيرت إلى الآن، لها أكثر من 100 سنة الصور. طبعا قطعوا كثير من الرحالة، ما احنا ما نتكلم عن هلو او اهل البلد واللي كانوا يروحون تجارة او غيره او رعية وغيره، احنا نتكلم عن رحالة. قطعوا كثير من الرحالة، من اهمها الليدي بلانت اكتب وتجيك معلومات عنه، لكن تقول لم اجد انقى وافضل واطهر من هواء النفود الكبير اللي هي رمال عالج. رمال ضخمة لو تلقى مرتفع شيء عجيب، يعني الرمال فيه. بصور لك يا من جوجل ونزل لك بصورها الآن وين موقعي بالضبط. طبعا قصوا الآن طريق الجوف، سهل المسلمين الحمد لله، وقصوا طريق القطار القريات. العجيب بالموضوع ان رمال عالج اللي هي النفود الكبير تشتبك مع الدهنة من المجالس الى تشبك بالربع الخالي، كل هذه رمال. طبعا الدهنة حوالي اكثر من 1200 كيلو او 1300 كيلو كعروق طول، لكن هذا لا، رمال متصلة مع بعض. طبعا يقولون النفود الكبير على كلام اخواننا الجيولوجيين انه كان منطقة بحيرات، وهذا اللي حاصل. لأن نزلت النقرة المنطقة المنخفضة تجد الشعب المرجانية، كل الأرض بحرية، شعب مرجانية، أسماك متحجرة، أشياء عجيبة فيه.
وهو يقول آخر بحيرات جفت على مستوى الجزيرة العربية. طبعا تشكيل الرمال دائما ما هو مكان أو أصل، تشكيل الرمال على كلام أخواننا الجيولوجيين أنه من 7000 إلى 8000 سنة تشكلت الرمال اللي تشوفونها هذه. ولكن جميلة جدا جدا، قطعناه عدة مرات، ما يصلح تجيه إلا وقت الأمطار، إذا أمطر وجك الأخبار تروح. شوف النقرة اللي قدامي الآن، شوف نقرة هذه لو تنزل بالسيارات ما طلعت. ميزات النفود الكبير، رماله هلالية، تجد نقرة وهلال هلال هلال. نبي صوره لكم من جوجل أفضل. كل فتحات أنقر تتوجه للشرق، للشرق، شرق جنوب، شرق شرق جنوب، سبحان الخالق، كلها تتوجه اتجاه واحد. أحاول أصور لكم من جوجل اللي ما يعرفه، شيء عجيب رماله. طبعا غربيه وعر وشرقيه سهل، شرقيه اللي هو شرق خط الجوف، وهذا المقصود بالشرق، وغربيه اللي غرب خط الجوف. طبعا الله المستعان قطعناه كله، وإن شاء الله هالسنة يبي يجيب الله خير ونتمشى فوق رؤوس النفط هناك، نتمشى على راحتنا بإذن الله.